المستشار احمد الجرحي رئيس محكمه سابق. احنا الوقت موجودين في النقابه الفرعيه للساده المحامين، واحنا اكثر من 500 قاضي الذين ذبحوا بدون سكين بمذبحه القضاء الذي عملها ممدوح مرعي وزير العدل السابق الفاسد. احنا جايين بنتضامن قلبا وقالبا مع اخواننا المحامين، واحنا معاهم في تأجيل قانون اصدار السلطة القضائية. انا شايف ان مفيش داعي للاستعجال اصدار قانون السلطة القضائية، واللي فيه جهة تشريعية ان شاء الله المنتخبة من البرلمان اللي هينتخب هي اللي تقوم على تشريع هذا القانون. كمان احنا كنا من ضمن المطالب السادة المحامين، واحنا كمان كقضاة سابقين ذبحنا في مذبحة القضاء، بنطالب بتطهير القضاء. أنا بقول اللي ممدوح مرعي وزير العدل السابق منذ أن تولى وزارة العدل وهو جعل القضاء المصري مسيسا، لا سيما حنكته المفضوحة في إطفاء الشرعية على انتخابات مجلسي الشعب وشورى المزورين. هذا الوزير ادعى أنه يهدف إلى الإصلاح في القضاء المصري، لكنه كان إصلاحا لكل ما يعكر صفو النظام البائد. منذ أن تولى ممدوح مرعي وزير العدل السابق وزارة العدل وهو قام بعمل مذبحة كبيرة لقضاة مصر الشرفاء الذين اعتصموا في عام 2005 أمام نادينا نادي قضاة مصر، وأعلننا لمصر وللعالم أجمع عن رفضنا لإعمال التزوير في الانتخابات. وكان نتيجة هذا الاعتصام أنهم أتى بممدوح مرعي وزيرا للعدل حتى يطبق سياسة النظام الفاسد وهو تطهير القضاء من الشرفاء وليس من الفاسدين، وهي دي كانت سياسة النظام الفاسد. أنا عايز أقول في بلاغات قدمت بالفعل في مكتب النائب العام من القضاة السابقين بملف بأدلة ومستندات قطعية بتدين وزير العدل السابق وحواريه الذين ما زالوا يجلسون على منصة القضاء الشامخ حتى الآن. وإلى الآن النائب العام هذه الشكاوى حبيسة الأضرار. أنا مش عارف لصالح من كل هذا. أنا جاب المتهم وجاب دليل الإدانة، ممدوح مرعي ليه ما يتحاكمش حتى الآن؟ حسني مبارك المخلوع اتحاكم، وممدوح مرعي من رجالته اللي كان بيطبق السياسة الفاسدة عشان توريث الحكم، وده ما كانش هيحصل في طول، ما كانش هيحصل للأبد. فإحنا بنطالب مع السادة المحامين اللي احنا نحط ايدينا في ايد بعض عشان نطهر القضاء من رموز الفساد اللي موجودة. من ضمن البلاغات اللي كانت مقدمة في مكتب النائب العام، احنا تقدمنا باسماء 300 قاضي ما زالوا موجودين في القضاء الشامخ حتى الان، هم الذين قاموا بتزوير انتخابات مجلسي الشعب وشورى لعام 2010 و2005. انا عايز اقول اللي ممدوح مرعي كان عامل لسه سوداء لقضاة مصر الشرفاء تحتوي على اكثر من 3000 اسم، تحتوي على اكثر من 3000 اسم، ولو ما كانتش الثوره دي قامت كان لسه هيطبق السياسه الفاسده بتاعته. وهو نجح في اللي هو يطلع اكثر من 550 قاضي ووكيل نيابه اللي هم رفضوا تزوير الانتخابات. وعايز اقول كمان حاجه، المستشار زكريا عبد العزيز، مستشار هشام البسطويسي، هم اول ناس اضيروا في موضوع مذبحه قضا، وهشام جنينه كذلك، واحنا وقفنا في ظهرهم في عام 2005 وعرفنا نجيب لهم حقهم. لكن للاسف مستشار زكريا عبد العزيز لم يتدخل في موضوع مذبحه قضاء لا هو ولا المستشار هشام البسطويسي. وانا قلت للمستشار هشام البسطويسي قبل ما ترشح نفسك لرئاسه الجمهوريه عشان تصلح البلد طهر بيتك الأول وهو القضاء المصري. القضاء المصري ما زال يوجد به فساد، ونحن نتكلم ومعنا أدلة ومستندات قطعية بالفعل بتثبت فساد القضاء الحاليين الموجودين على منصة بعض القضاء. لكن أنا دايما بقول إن قضاء مصر دايما شامخ، قضاء مصر يا جماعة دايما شامخ، لكن في رموز موجودة حتى الآن هي اللي بتسيء إلى سمعة القضاء المصري.